نمر الآن إلى موضوع آخر، حيث نظم المركز الوطني للوقاية عبر الطرق بالشراكة مع مؤسسة إريكسون ملتقى دولي حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال والحل الأمثل لمشاكل الأمن اللاأمن المروري برعاية من قبل وزارة الداخلية، وذلك للتعرف أكثر على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تقليل من حوادث المرور التي تشهد تزايدا في كل سنة، وذلك أيضا من أجل الاستفادة من الخبرة السويدية التي خفضت من عدد الوفيات جراء حوادث المرور إلى 260 شخصا في السنة، وتسعى إلى القضاء عليها كليا في 2020. سيد أحمد هديب إلى رصد تالي. راح نكتشف يعني التكنولوجيات اللي راح تسمح لنا بالوصول الى نتائج، لان كل البلدان اللي حققت نتائج ايجابيه في مجال السلامه المروريه يعني مرتبطه اساسا ب يعني معدل التطور ومعدل النمو في استعمال التكنولوجيات الحديثه. هذا يعني هذا هو الجوهر للاقتراحات اللي بادرت بها وزاره الداخليه والجماعات المحليه في اطار اعاده النظر في التركيب المؤسساتية للسلامة المرورية اللي راح تعتمد أساسا على الشراكة لوضع حد لهذه المأساة الوطنية. On a une initiative qui date déjà de 23 ans, depuis 1994. La Suède travaille avec ce qu'on appelle la vision zéro, c'est-à-dire que zéro mort dans la circulation. C'est un projet de long terme. Et après 23 ans, nous ne sommes toujours pas au but. Mais on s'approche. Donc l'année dernière, on avait 263 morts dans la circulation en Suède, ce qui est un nombre terrible, parce que ça veut dire qu'il y a 263 personnes qui sont mortes dans les accidents de la route.